ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. أخبار اليوم: نازحو أبيان يخرجون من مكاتب حكومية سكنوا فيها لسنوات. ومن العربي الجديد: قس هندي مختطف في اليمن منذ عام ونصف يعود إلى بلاده. ومن صحيفة القدس العربي: أثيوبيا تدخل رسميا العام 2010. وأخيرا من البي بي سي: شركة طيران ألمانية تلغي نحو 100 رحلة بسبب مرض الطيارين. أهلا بكم. الدمار الذي خلفته الحرب في عدن ما زال ماثلا أمام الجميع، وسيحتاج لزمن طويل حتى يختفي. منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغوليدريك زار عددا من المرافق الخدمية في مديرية صيرة بمحافظة عدن، والتي تضررت جراء الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية على المدينة. ووفقا لموقع الموقع بوست، والذي استند إلى معلومات وكالة الأنباء سبا، اطلع ماكغوليدريك على الأضرار التي لحقت بمستشفى الشعب ومبنى الهيئة العامة للاتصالات وعملية إزالة الركام ومخلفات الحرب، منها استعدادا لإعادة إعمارها. من جانبه، أكد مدير عام مديرية صيرة خالد سيدو خلال الزيارة على أهمية ودور تلك المرافق الحيوية في التخفيف من معاناة المواطنين ومساهمتها في إعادة تطبيع الحياة بعد الحرب الظالمة التي شنتها ميليشيا الحوثي وصالح على مدينة عدن. عشرات التجار في دمت بالضالع تعرضوا للاختطاف من قبل ميليشيا الحوثي، وفقا لموقع المصدر أونلاين، والذي نقل عن مصدر محلي قوله إن مسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح شنوا حملة اختطافات واسعة للصرافين والتجار في مدينة دمت بمحافظة الضالع. وأوضح المصدر أن الاختطافات استهدفت التجار الذين ينتمون لمديرية مريس، وأضاف أن الحوثيين اقتادوا المختطفين نحو جهة مجهولة، وأن الحملة جاءت ردا على إلقاء القوات الحكومية القبض على نجل القيادي الحوثي اليافعي الذي يعد المسؤول عن الحوثيين في جبل التهام بمريس. من جهة أخرى، نهب الحوثيون مقرا فرعيا لحزب الإصلاح في مديرية العرش في محافظة البيضاء بعد أن سطوا عليه، حسب ما قال شهود عيان. وذكر الشهود أن الحوثيين نهبوا كل أثاث المقر من مفروشات وبطانيات وأدوات وغيرها، ونقلوها عبر شاحنات كبيرة. منظمات حقوقية أم قفازات ناعمة لأطراف الحرب في اليمن؟ تحت هذا العنوان كتبت بشرى المقطري مقالها المنشور في العربي الجديد، مضيفة في فقرات من المقال. في الحراك الحقوقي المصاحب لانعقاد مجلس حقوق الإنسان في جنيف في سبتمبر أيلول الجاري، يحضر ملف انتهاكات أطراف الحرب اليمنية وحلفائها الإقليميين، واللافت في سجالات هذا العام التأثر بسياقات الصراعات الإقليمية والمكايدات السياسية أكثر من كونه انتصارا لضحايا الحرب في اليمن. فخلافا للعام الماضي، يبدو أن الكتلة العربية التي كانت موحدة فيما مضى ستدخل دورة جنيف الحالية منقسمة على نفسها، حيث ألقت تداعيات الأزمة الخليجية بظلالها على ملف الانتهاكات في اليمن. فالكتلة العربية التي كانت قد توحدت لإعاقة تشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات أطراف الحرب، تستخدم اليوم ملف الضحايا اليمنيين لمقايضة خصومها الإقليميين في مقابل قبولهم التفاوض في ملفات سياسية أخرى، في حين تضغط الدول المتدخلة في اليمن بقوة المال للإفلات من المساءلة عن جرائمها في حق اليمنيين. يتجلى الانقسام الحاد في مراقبة ملف الضحايا اليمنيين وتسييسه واضحاً في مواقف المنظمات الحقوقية اليمنية الفاعلة في الساحتين اليمنية والدولية، إذ تباينت مواقفها ما بين الحاجة الماسة لتشكيل لجنة دولية، معللة ذلك بافتقار اللجنة الوطنية التي شكلها الرئيس عبد الرب منصور. تتصدر العربية السعودية قائدة التحالف العربي قائمة الدول الممولة للمنظمات الحقوقية اليمنية في أثناء الحرب، تليها الإمارات التي انحصر تمويلها لمنظمات حقوقية جنوبية عديدة. أسهمت الحرب وأقلمة الصراع في اليمن في تجريف ما تبقى من الرأسمال الرمزي للمنظمات الحقوقية اليمنية، لتتفوق بذلك المنظمات الحقوقية اليمنية بالنسبة ليمنيين كثيرين
في انتهازيتها وتمثيل مصالحها على الأحزاب السياسية اليمنية. حتى أولئك الذين يسيرون خلف نحلهم من منطقة إلى أخرى بحثا عن مراعي النحل لم يسلموا من مخلفات الحرب. ووفقا لموقع عدن تايم، فقد أصيب نحال بجروح إثر انفجار لغم بالقرب من نقطة حسان. قال الموقع أدى انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح إلى إصابة أحد النحالين إصابة بالغة عندما كان ينقل خلايا النحل إلى منطقة جديدة. وقال السكان إنهم سمعوا دوي انفجار اللغم الشديد في المنطقة قبل أن يعرفوا أن نحالا هو الضحية هذه المرة. في موضوع قد يعتبره البعض هامشيا، لكنه أحد مؤشرات عودة حضور الدولة عبر العاملين في أجهزتها، حيث عنون موقع عدن الغد في صفحته الرئيسية: لأول مرة منذ سنوات عمال النظافة بمحافظة لحج يعاودون الالتزام بارتداء الزي الرسمي. قال الموقع عقب سنوات طويلة دأب عمال النظافة بمحافظة لحج على ارتداء ملابسهم الشخصية أثناء العمل، تاركين زيهم الرسمي التابع لصندوق النظافة وتحسين المدينة، حيث استمر هذا الحال لعدة سنوات دون التزامهم بالزي أسوة بزملائهم في بقية المحافظات المجاورة. ودشن المدير المكلف بحملة توعية للعمال واستطاع إلزامهم بالعمل الزي الرسمي، وهي البادرة الأولى من نوعها منذ سنوات، حيث التزم عمال النظافة في مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج صباح أمس بارتدائهم للزي الرسمي. يتابع الموقع: يأتي هذا القرار بعد حملة شهدتها مدينة الحوطة انتشلتها من وضعها الكارثي والبيئي الذي كان يهدد الأهالي بانتشار الأوبئة والأمراض. نشرت صحيفة السبيل الأردنية مقالا لليمني محمد مصطفى العمراني تحدث فيه عن الأسباب التي تجعل مدينة تعز محل استهداف وهجوم وحرب متواصلة. وأضاف في جزء من المقال الذي عنونه عن واقع تعز اليمنية صانعة النخبة والأحداث والثورات: تعرضت تعز منذ عام 2011 لانتقام بشع من قبل الرئيس السابق صالح. ما تزال الحرب متواصلة في تعز، ودفع فيها أبناء تعز الثمن الأكبر للثورة الشبابية وتداعيات الانقلاب الحوثي، وتعرضوا لحصار ومآس وبشاعات مخيفة. اليوم إضافة إلى كل مشاكل تعز، تبرز مشكلة الفوضى الأمنية كأهم تحد أمام الحكومة الشرعية والسلطة المحلية بتعز، نظرا لنتائجها المخيفة مستقبلا، إذ تعددت الفصائل المسلحة المحسوبة على المقاومة، وصارت المدينة تعج بفوضى أمنية مخيفة، وصار القتل والاغتيالات حدثا يوميا عاديا. قادت الإمارات قوات المقاومة الجنوبية للسيطرة على ميناء المخا وسواحل تعز الغربية، وتوقف الاهتمام الإماراتي بتعز عند ميناء المخا والسيطرة على السواحل ودعم الجبهة الشرقية جبهة أبو العباس، وهي فصيل سلفي مسلح بتعز محسوب على المقاومة وتدعمه الإمارات. نرى أن دمج فصائل المقاومة في الجيش والأمن هو الحل الأمثل، ولا بد من أن تمتلك السلطة المحلية بتعز رؤية فاعلة واستراتيجية مدروسة لعملية الدمج، وتوجد خططا عملية لهذه المهمة الكبيرة. وقبل هذا لا بد من وجود آلية فاعلة للتنسيق وغرفة عمليات موحدة من كل قيادات الفصائل، حتى تتضافر الجهود لتحرير تعز وحماية أبنائها، لأن بقاء الوضع على ما هو عليه الآن لا ينذر بخلافات فحسب، بل باشتباكات، ليموت من نجا من أبناء تعز من قصف وقذائف الميليشيا برصاص الفصائل المسلحة التي وجدت وأسست لتحمي أبناء تعز وتدافع عنهم، وليس لتقتلهم وتنهبهم باسم المقاومة. ولذا فعلى الحكومة أن تعي هذا الأمر جيدا، وتبذل كل جهودها لدعم وتفعيل السلطة المحلية وتعزيز دور الأجهزة الأمنية بتعز. حملت صحيفة أخبار اليوم مجموعة من العناوين أبرزها: السلطة المحلية في أبين تتسلم عددا من المرافق الحكومية التي تعرضت للبسط، ومن الجوف: محافظ الجوف يحمل قيادة الشرعية والتحالف مسؤولية تأخير الحسم، وأمين الجامعة العربية يقول الانقلابيون في اليمن هم الطرف المسؤول عن تعطيل أي حل سياسي. وفي العنوان البارز الذي تصدر الصفحة الأولى: بندغر من حضرموت لا أزمة مشتقات نفطية أو سيولة نقدية بعد اليوم.
ولقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. سقف نقاشنا فضاء حر، نعرض فيه مختلف الآراء والتوجهات، نناقشها دون قيود أو تحفظات، لنضعها بين أيديكم على طاولة فضاء حر. أهلا بكم من جديد. وساطة عمانية تنجح بالإفراج عن قس هندي مختطف باليمن، عنوان للعربي الجديد قالت فيه إن جهودا بذلتها مع جهات يمنية نجحت بالإفراج عن قس يحمل الجنسية الهندية بعدما يقرب من عام ونصف على اختطافه من قبل مسلحين. وأفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية بأن الجهات المختصة في السلطنة قامت بالتنسيق مع جهات يمنية للمساعدة في العثور على أحد موظفي حكومة الفاتيكان تلبية لالتماسها من السلطنة، حيث تم نقله إلى مسقط تمهيدا لعودته إلى بلاده. وفي الوقت الذي لم تشر فيه الوكالة العمانية إلى مزيد من التفاصيل، تقول مصادر محلية في عدن إن المفرج عنه هندي الجنسية وكان قد اختطف من قبل مسلحين مجهولين قبل عام ونصف، وخطف خلال الهجوم الذي نفذه مسلحون على دار خيرية لرعاية العجزة بعدن العام الماضي، وسقط خلال الهجوم 16 قتيلا جرى إعدامهم رميا بالرصاص، وترددت اتهامات للقائمين على الدار الخيرية بالقيام بالتبشير. أعلن رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر من مدينة المكلا وفقا لصحيفة الخليج أن المحافظات لن تشهد أي أزمة تتعلق بالسيولة النقدية أو المشتقات النفطية، وأزمة المرتبات قد أصبحت من الماضي. كما أعلن أن انفراجا لأزمة مستحقات الطلبة ورسومهم الدراسية بات وشيكا خلال الساعات المقبلة، ووزارتي المالية والتعليم العالي تعكفان على إعداد الكشوف وإرسالها لكافة بلدان الابتعاث. بن دغر قال أيضا سنهتم بمحافظة حضرموت كغيرها من المحافظات الأخرى، وسنوفر الخدمات لأهلها وساكنيها وفقا لإمكاناتنا المتاحة. إرهاب ووسادة نووية، تحت هذا العنوان كتب غسان شربل مقاله المنشور في صحيفة الشرق الأوسط مضيفا في جزء من المقال. شاء حظنا العاثر أن يكون الشرق الأوسط مسرحا لشراهة الإرهاب، وأحيانا لشراهة البحث عن بوليصة تأمين يمكن توظيفها في عملية الاستمرار في بناء قوة كبرى محلية تنتهك حدود جيرانها أو تصادر قرارهم. أصاب حلم الوسادة النووية صدام والقذافي وتلامذة الخميني، وكثيرا ما اختلطت الشراهتان في الشرق الأوسط. طرق الرجل بابا صدام حسين الذي أذن له بالدخول، قال الرجل: سيدي، هناك شيء يحدث في أمريكا، طائرات مدنية تصدم أبراجا سكنية. طلب منه صدام تشغيل التلفزيون أداره على CNN، فطلب الرئيس الانتقال إلى محطة عربية، وعلى شاشة الجزيرة راح صدام يتابع المشاهد المروعة. سأله الرجل: هل يمكن لهذا الحادث أن يؤثر علينا؟ أجاب: نحن بعيدون تماما، أغلب الظن أن جريمة من هذا النوع تنفذها منظمة لا دولة، الأرجح أن تكون من صنع القاعدة. لم يخطر ببال صدام يومها أن الزلزال الثاني سيكون على أرض بغداد وسيحمله إلى المشنقة. سنغافورة تختار زوجة يمني رئيسة للبلاد، هذا ما ورد في صحيفة البيان، والتي أضافت أن سنغافورة تستعد لتولي أول امرأة رئاسة البلاد، حيث اعتبرت حليمة يعقوب المتزوجة من اليمني محمد عبد الله الحبشي المرشحة الوحيدة المؤهلة للانتخابات الرئاسية هذا العام. وأعلنت إدارة الانتخابات في البلاد أنها لم تصدر سوى شهادة أهلية واحدة لأحد المرشحين للانتخابات الرئاسية، وكانت يعقوب قد تأهلت تلقائيا كمرشحة من القطاع العام بعد أن شغلت منصب رئيس البرلمان خلال الفترة بين عامي 2013 و2017،
وينص الدستور السنغافوري على أن يكون المرشحون من القطاع العام قد شغلوا مناصب عامة لمدة 3 سنوات على الأقل. مواطنو سنغافورة كانوا يتوقعون التصويت في انتخابات الرئاسة في 23 سبتمبر، لكن سيتم إلغاء ذلك بسبب وجود مرشح واحد مؤهل فقط. ومن المتوقع أن يتم إعلان حليمة يعقوب رسميا الرئيسة الثامنة لسنغافورة، وستكون ثاني رئيس من عرقية الملايو في سنغافورة بعد يوسف إسحاق الذي تولى منصبه بعد استقلال البلاد عن ماليزيا. إذا أردت إعادة الزمن إلى الوراء ب7 سنوات على الأقل، فما عليك إلا وكما تقول القدس العربي اعتماد التقويم الأثيوبي. فالأثيوبيون ومنذ يومين دخلوا عامهم الجديد 2010. العام الأثيوبي يختلف في كثير من النواحي عن العام الميلادي، فالأثيوبي تبلغ شهوره 13 شهرا، وكل واحد منها به 30 يوما عدا الشهر الأخير 13 الذي يسمى شهر شروق الشمس، وهو شهر يتكون من 6 أيام في سنة أو 5 أيام في سنة أخرى، والذي تسمى باللغة المحلية الأمهرية باغمي. وباغمي يعتبر وفقا للمصادر الأثيوبية شهر العجائب، فهو شهر لا يعد في الوظيفة ولا يعتبر شهرا ولا تدفع فيه الأجور للموظفين والعمال، وهي من شهور المعتقدات الدينية للكنيسة، ويعد شهرا بالنسبة للحوامل حسب الأساطير والمعتقدات. اللافت في التقويم الأثيوبي الفريد أن كافة المكاتب الرسمية للدولة تتعامل به، غير أن الجهات التي تتعامل مع العالم الخارجي بتقويمه الميلادي مثل وزارة الخارجية تعمل بالتقويمين الميلادي والأثيوبي. ومن الأخبار المنوعة الواردة في شبكة البي بي سي، شركة طيران تلغي نحو 100 رحلة لمرض طيارين. قالت البي بي سي إن شركة أير بيرلين المتعثرة، ثاني أكبر شركة شركات الطيران في ألمانيا، ألغت نحو 100 رحلة جوية بعد أن اتصل عدد كبير من الطيارين للإبلاغ عن أنهم مرضى. وقال توماس فينيك ليمان كبير المسؤولين التنفيذيين في الشركة إن الطيارين المعنيين يلعبون بالنار. وعلى نحو مفاجئ أبلغ نحو 200 من طياري الشركة الذي يبلغ عددهم الإجمالي 1500 طيار أنهم مرضى. وأفادت تقارير إعلامية ألمانية بأن الشركة على خلاف مع طياريها بشأن نقل العاملين إلى المالك الجديد. وقال فينيك ليمان هذا اليوم يكلفنا عدة ملايين من اليورو. الروائي العربي المعروف وسيم الأعرج كتب مقالا في القدس العربي عن الإنجازات التي حققتها ثورات الربيع والتي تواجه تحديات كبيرة، لكنها أنجزت شقا كبيرا مما سعت إليه. وفق وسيم، الكثير ممن عاشوا الثورات العربية مهما كانت نتائج هذه الأخيرة وأسرارها ومآلاتها، ينسون أنها حققت شيئا مهما لم يكن يتصوره أحد من قبل، وهو تدمير قضية التوريث في نظام يفترض أنه جمهوري. مسألة الحكم فيه تحددها الانتخابات الديمقراطية وليس الأسس العائلية والقبلية والجهوية والعرقية. فقد هزت هذه الثورات الكثير من المسلمات التي حولها الطغيان والظلم إلى حقيقة رديفة للهزيمة القدرية للشعوب العربية، حتى أصبحت تتجلى بالمواصفات نفسها في الجمهوريات العربية التي اتحدت على تعطيل كل إمكان للحركة والتغيير. انتهى فجأة عصر التوريث الذي سنه الحاكم العربي في النصف الأخير من القرن الماضي، الذي تحول بقوة الأمر الواقع إلى سيف ديموغليس المسلط على رقاب الشعوب العربية المنهكة والمنتهكة في أدنى حقوقها. بدا واضحاً وقتها ولو بشكل رومانسي أن آفاق عالم جديد في الوطن العربي كانت ترتسم، تلوح بقوة حاملة في أثرها مثل الوادي الجارف الآمال الكبيرة، وكذلك الأخشاب الميتة التي رماها التاريخ بعد أن تعفنت وأصبحت معوقة لكل تحول. من بين الجثث التي بدت طافية على سطح هذا النهر الجارف، جثة التوريث التي مثلها بامتياز زين العابدين بن علي الذي رهن تونس لأصهاره فتقاسموها كما يحلو لهم، ومبارك أيضا الذي وضع قبل الأوان إرثا مصريا عظيما يزن القرون بين يديه وأيدي أقاربه الذين كانوا يتهيئون لاستلام التركة.
وليبيا والعراق وسوريا واليمن، الفقير الغني قبل أن يتحول إلى ميدان لحرب مدمرة. وبدأ الكثيرون مشرقا ومغربا يتحسسون كراسيهم ويبادرون إلى المقترحات الاستباقية حتى يتفادوا رياح الثورة الساخنة، والمنتظرون في القائمة الطويلة كثيرون من الذين كانوا ينون توريث بلدانهم أو أشلاء أوطان ممزقة لعائلاتهم أو قبائلهم قبل أن يصمتوا أو يتراجعوا تكتيكيا، لأن الفترة غير مواتية في انتظار فترة مناسبة ينقضون فيها على الدولة أو بقاياها. أقامت شبكة البي بي سي مسابقة تهتم بالمناظر الخلابة لأنواع الطيور أثناء الطيران والتنازع وإطعام صغارها، فازت مجموعة هذه الصور نشاهد. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير في أمان الله.